تمكنا من المؤلفة ما بين الجسمين، بلدية أبراق القديمة وبلدية أبراق الحديثة، وبحمد من الله وفقنا في عملية التسليم واستلام، وكانت في جو حضاري، جو انتخابي، جو شعبي. تم تسليم الاستلام اليوم من الزميل السابق الدكتور علي نور الدين، وكانت هي عالية وكانت الأمور جيدة. تمت مراسم التسليم والاستلام ما بين المجلس البلدي السابق والمجلس البلدي الجديد، واللي نتمنى لهم التوفيق في أداء المهمة الصعبة، كما نشكرهم على نيل ثقة المواطن، ونتمنى لهم أن يقدموا أفضل خدمات وأنهم يستفادوا من الأخطاء أو الأشياء التي وقع فيها المجلس البلدي ويحاولوا تفادوها.